موضوع الخلية اللي بيكلم فيها خالد بقى، وبيقول الخلية وان التعامل مع المادة وبيحطها في مايكرويف ويحصل شوية خشب، لا الموضوع مش كده. اصلا انت في الخلية المائية او الخلية الكربونية، القاعدة ازوتية، احنا قواعد وراثية ازوتية، احنا كلنا على بعض، وبناء كربوني معروف. هذا البناء لابد من هذه الخلية اللي كان بيعمل عملية تجميد زمان، ما كانش بيتعامل مع النسيج، كان بيستخدم الناترون كعامل مساعد للنسيج الخارجي فقط، لكنه ما بيقربش ناحية الخلية. في الشعوب التانية ما عندوش ناترون، في البيرو كانوا بيستخدموا ايه؟ كلوريد كادميوم، بيقوم بدور الناترون. ايه المشكلة؟ مش شرط قوي ان يبقى كل اللي موجود عندك يبقى موجود عند غيرك، ممكن مواد تانية ونباتات تانية تقوم بنفس الدور. موضوع الخلية بتتكلم فيه الموضوع جيني وامتياز، بنت جيني وانزيمي، انزيمات انزيم بامتياز. ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ هو افراغ تفريغ للخلية من المحتوى السيتوبلازمي وابقاء الارشيف بتاعها، الارشيف بس تحافظ عليه. يعني الخلية فيها حاجات كتير جوه، نواة وميتوكوندريا واجسام زوجي وشبكة اندوبلازمية داخلية وخارجية. الهيصة اللي في الخلية دي كلها عايمة في محتوى سائل. الانزيم اللي استخدمه القديم انه بيعمل تفريغ للمية، انت جايب ايه؟ جايب مية بعد تالت، لكن معلوماتك في الخلية دي فين استمدادها؟ من النور. النور مش الضوء، النور حاجة والضوء حاجة تانية. الحكمة زمان بتقول النور هو الطاقة، الروح، البصمة، شفرة الروح وبصمتها، معلومة روحك ده. لكن الضوء هو جسمه، الخلية اللي بتشكل كل حاجة بعد كده من الجسم بما يسمونها الشكرات بتعامل مع الضوء اللي هو ايه؟ الجسم بتاعها. جسم النور هو الضوء، وهو ده اللي بيأثر على كل حاجة فينا. عشان كده الكارثة اللي بيعملوها الجماعة بتوع التأمل والكلام دلوقتي حذرت منه كتير. انت في عندك هنا في الغدة الصنوبرية الجي ام تي، كنتوا سمعتوا عن الحبة الزرقاء؟ حلو قوي زي الفل، مش كده؟ دي مصيبة، لان انت في الجي ام تي هو ثنائي ميثيل بيديك القدر اللي يناسبك، القدر اللي يناسبك انت وانت عايش، بتفرزه في الجي ام تي. الدي ام تي بيفرزه في الغده الصنوبريه. امتى لحظه الاستعداد بتاعه والفوران وبيفرز وينشط ويبي وانت بتموت؟ انت بتموت، بيشتغل عشان بيطلعك على عالم تاني ما تعرفش حاجه عنه. هل حد يقدر يوصف الحاله دي غير ميت؟ لما واحد يموت يحكي لك الحكايه دي، تعالى لي هصدق يا جماعه ان هو ميت. احنا كده اصلا ما اعرفش عن كده حكم غير ده، ما حدش هيقدر يضحك على ده، ما مشيش على الارض ولا تقدر اي شمس يجي يضحك عليا. العلم بيقول ان في دي ام تي بيعمل لك حبايه زرقاء دلوقتي ويخليك تتامل وانت داريان ايه اللي هيحصل لك. وانا قلت في لقاء الهرم الاخير انه انت بتتركب من بعد انت مش عارفه، مجهول بالنسبه لك. كل اللي دخل الموضوع ده يا جماعه 90% منهم خرجوا بازمه نفسيه. واللي يقول انا تعالى بص انا معايا توكيل ازيس وانا معايا توكيل سيخمت، والله موجود دلوقتي وبيحصدوا مليونات. وبص تعالى انا معايا توكيل اوزوريس في المنطقه العربيه، ده في واحد بيقول لك سيخمت، وما يعرفوش سيخمت ايه اصلا ما يعرفوش سيخمت ايه. الفلك اللي يقول سيخمت ايه مش الارض ولا حتى البرديات، مش حدش يقول لك حاجه. لكن هم قالوا لك انا معايا توكيل سيخمت، توكيل ايزيس في المنطقه العربيه، توكيل اوزوريس. بعد كده لما انا اموت عشان جسمي مش هيتحل هيقول لك معايا توكيل بتاع الدبش. فانت بخبل يا فهمت بقى قصه المحتوى ايه؟ ميه تخلص منها لانك جاي، ترجع بعد ايه يا خالد؟ تحتفظ، لكن لازم يخلصك من الميه الاول. وجعلنا الماء كل شيء، ايه وكان كل شيء على الماء في الكتاب المقدس. ايه واحد ليه؟ ايه وجعلنا انت ايه؟ انت ظهورك يلزم الميه. قبل كده ترجع بمعلوماتك بالشفره بتاعتك، لكن تخلص منين؟ ولذلك الموت الجسد ده بالنسبه ايه؟ عند الكيميتيين القدام الاوائل بمعنى صح، مش قدام، ايه هو الجسد ده؟ تقدر تسميه وسيله، مركبة، عربيه، مركبه، سميه زي ما انت عايز لدوره، وبعد كده انت بتكمل. ده هيرودوت نفسه قال لك ما نعرفش الخلود للمصريين القدماء، هو بيقول مصريين يعني اسمهم الخيميتيين الاوائل.
بس ادي النقطه اللي عايز اقولها الثانيه. ما من انا قلت في وسط الكلام ان الاهرام كلها على نقاط طاقويه في الارض، منها الموجود ومنها اللي اتدمر ومنها اللي بيشتغل ومنها اللي متعطل. ده اللي بينقل لك الوعي كله، وعيك كله، علمك، معرفتك، روحك بيجي لك. ليه؟ انت لما تيجي تسال هرم تقول اني هرم بيأثر فيا، لازم تحدد عشان يبقى سؤال صح. الهرم الطيني بيأثر على وجودك، لكن الهرم الخلقي بيأثر على تطورك وتعليمك، بمعنى صح انت هنا عشان تتعلم. ده الهرم اللي هو الايه؟ اللايمستون. لكن الهرم الطيني ده بيأثر، ده دخل في خلقك انت، انت اتخلقت بيه، هي جت من بره عليه. عشان كده الطين في الاهرام على مستوى العالم مش لعجز الماده، وما عملوهوش في بلاد العجز الماده، لا، كله في النهايه لازم يتغطى ببيور لايمستون، لازم لايمستون نقي، لكن الدور من جوه طيني، ودي فكره الخلق. عشان بس تبقى الهرمين، لا الجيزه ما فيهاش طين، الطين موجود داخل معابد معينه في الهرم قدام معبد بيسموه معبد منكره.